بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قاتل الصيد، يبقى إن قتل الإنسان الصيد هيخير بين هذه الأمور.
أو عد ذلك صياما، عد ذلك صياما. قلنا والله في مسألة الصيد يبقى حيقوم عليه الأمر، يا ترى يساوي قد إيه قيمة ذلك الهدي قد إيه؟ يقول والله على ذلك يحول إلى طعام، يحول إلى طعام. أو إن هو أساسا في حالة إن هو لا يريد أن يطعم، يبقى بعد التقويم حنشوف والله يأتي بقد إيه من كيل الطعام، وكل مد يصوم مكان ذلك المد يوما، يصوم مكان ذلك اليوم المد يوما، إن شاء صام بدل كل مد من الطعام يوما، يبقى ده أساسا في مسألة جزاء الصيد. قال أيضا الإمام الصنعاني رحمه الله: ولعل الأمر بالصيام 3 أيام لأجل النذر بعدم الاختمار، فإنه نذر في معصية. يبقى هنجد العلماء يتأولون هذا الأمر، ولتصوم 3 أيام، يا ترى ده كفارة عن النذر ولا هو أساسا عن الهدي كما قال الإمام الخطابي رحمه الله. اللي بيرى أن نذر المعصية ليس فيه كفارة يبقى هيؤول ذلك الكلام، أما من رأى أن نذر المعصية فيه كفارة يبقى هذه الأيام 3 بدلا من نذر المعصية لما قلنا أنه يكفر كفارة اليمين. لذلك قال الإمام الصنعاني رحمه الله: ولعل الأمر بصوم 3 أيام لأجل النذر وعدم الاختمار، فإنه نذر بمعصية فوجب كفارة يمين، ومن أدلة من يوجب الكفارة في النذر بمعصية. يبقى لو نظر الإنسان معصية قلنا ابتداء على قول من قال عليه كفارة يمين، يبقى نقول لا يجب الوفاء بنذر المعصية بل النهي عن الوفاء بذلك، ونقول أيضا في المقابل أنه هو يكفر كفارة يمين بناء على ما قلت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر معصية فكفرته كفارة يمين. من الجانب الآخر جمهور العلماء لا يرون كفارة اليمين بالنسبة لنذر المعصية، لأنهم يرون أن نذر المعصية باطل لا ينعقد ابتداء، لا ينعقد، وبالتالي يبقى لا يلزم كفارة. ولكن كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، يبقى تعالى أراهنك، يبقى على طول نقول يتصدق بمجرد أن نطق هذه الكلمة. قلنا حتى لو قامره بعد ذلك مجرد نطق الكلمة، فكذلك قلنا أن نطق الكلمة أو نذر الإنسان بمعصية يوجب عليه كفارة اليمين، وأيضا في المقابل يجب عليه عدم الوفاء بذلك النذر. يبقى لو وقع في هذا الأمر نذر معصية وقام بفعلها نقول واجب عليه أيضا كفارة اليمين، يبقى كفارة اليمين هتجب على ذلك الإنسان بمجرد أنه نذر هذه المعصية، كما بينا من قال أخي تعالى أقامرك فليتصدق حتى لو لم يفعل، يبقى مجرد نطق الكلمة دي يبقى نقول وجب عليه في تلك الحالة أن يتصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أخي تعالى أقامرك، يبقى قول فقط أو، وبالتالي أمره بالصدقة مقابل هذا القول. نذر المعصية يبقى نقول يكفر كفارة يمين، وكذلك يجب عليه عدم الوفاء بذلك النذر، عدم الوفاء بذلك النذر أنه نذر في معصية. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي والقركب. يبقى نذرت أن تمشي، وبالتالي المشي إلى إلى بيت الله نقول على ذلك يعني نظرت ذلك الأمر المشي إلى بيت الله تبارك وتعالى، فأمرتنا أن أستفتي على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي والتركب. قال فيه أن النذر بالمشي، ولو كان إلى مكان المشي إليه طاعة فإنه لا يجب الوفاء به بل يجوز الركوب، لأن المشي نفسه غير طاعة، إنما الطاعة الوصول إلى ذلك المكان. وإن طبعا الكلام ده فيه مشقة، وإلا نقول والله مشي الإنسان إلى المسجد كل خطوة يرفع بها درجة حتى عنه خطيئة، لكن نقول دي هتمشي من مكان بعيد إلى ذلك، نقول تمضي مثلا أيام أو ساعات طويلة وهي لا تقع على ذلك تعجز عن ذلك الأمر، أو إن هي أساسا المشي إلى ذلك المكان نقول ليس هو الطاعة، طاعة الوصول إلى ذلك المكان،
لغير لما يكون الإنسان يتوضأ في بيته ويخرج من بيته لا يقصد إلا المسجد، فكل خطوة يرفع بها الدرجة وتعط عنه خطيئة. لكن نقول الإنسان كده نظرا له أن يحج ماشيا، نقول المشي مش قربة، يعني المشي مش قربة، قربة والوصول إلى أماكن دهية، القربة أساسا هو الوصول إلى هذه الأماكن. ونقول الإنسان ممكن يعني يسير في ذلك الحج ماشيا لأن أيسر من الركوب، أيسر مثلا من الركوب، يبقى ليس لأن المشي طاعة، المشي إلى هذه الأماكن ليس هو الطاعة في المشي إلى أماكن الطعام، ولكن هو الطاعة هو أن نصل ونمارس الشعائر التعبدية في هذه الأماكن. لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال لتمشي ولتركب، قال إنما الطاعة الوصول إلى ذلك المكان كالبيت العتيق، من غير فرق بين المشي والركوب. غير لما يكون الإنسان نزل كده في مكان في مكة وبالتالي بيسير، يبقى توضأ في بيت في مكانه ونزل يقصد البيت، يبقى ده هيمشي أساسا، كل خطوة يرفع بها درجة حتى عنه خطيئة. لكن لو تخيل كده إنسان نظر لله أن يحج ماشيا، أن يحج ماشيا، يبقى على ذلك يقول لا المشي أساسا مش هو القربة، ده القربة في الوصول إلى هذه الأماكن وأن نمارس فيها الشعائر التعبدية، يبقى ده فيها إتعاب النفس وفيها مشقة على النفس والبدن وفيها إيذاء للبدن دون أن يعود عليه بمنفعة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. لذلك يقول قال أن النذر بالمشي ولو كان إلى مكان المشي إليه طاعة فإنه لا يجب الوفاء به، بل يجوز الركوب لأن المشي نفسه غير طاعة، إنما الطاعة الوصول إلى ذلك المكان كالبيت العتيق من غير فرق بين المشي والركوب. ولهذا سوغ لها النبي صلى الله عليه وسلم للنذر بالمشي أن هي تمشي وتركب، فكان ذلك دلا على عدم لزوم النذر بالمشي وإن دخل تحت الطرف. قال ابن حجر رحمه الله وإنما أمر النذر في حديث أنس حياتي بعد ذلك هذا الحديث أن يركب جزما، وأمر أخت عقبة أن تمشي وتركب. قال أن الناذر في حديث أنس كان شيخا ظاهر العجز، وأخت عقبة لم توصل بالعجز، فكأنه أمرها أن تمشي قدرت على ذلك وتركت إن عجزت. يبقى نقول يبقى الفتوى بتتغير كما بينا قبل ذلك زمانا ومكانا وشخصا حسب الشخص. هذا الرجل لا يقوى أساسا على المشي فأمره بالركوب، هذه عندها المقدرة على المشي ولكن نقول قد لا تقوى على استمرارية المشي فقال لتمشي ولتركب. قال الإمام النووي رحمه الله حديث أنس محمول على العاجز عن المشي فله الركوب وعليه الدم، وحديث أخت عقبة معناها تمشي في وقت قدرتها على المشي وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب عليها دم. قال هذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين هو أرجح القولين للشافعي كما يقول ذلك الإمام النووي رحمه الله. قال والقول الثاني لا دم عليه بل يستحب الدم، وأما المشي حافيا فلازمه الحفاء بل له لبس عليه، قد جاء في سنن أبي داود مبينا أنها ركبت للعجز، قال النخت نظرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب للعجز. ولذلك في الرواية التالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة ابن عامر نظرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا، أمرها أن تركب وتهدي هديا، يبقى عند العجز أمرها بالركوب وكذلك أمرها أن تهدي هديا. هدي بقى يتمثل في بدنة يتمثل في شان، أقل ما ينفق على الهدي هو في الشان، أما إن أهدت بعيرا أو بقرة فعلى ذلك أيضا كل ذلك يدخل تحت الهدي، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نظر أن تحج ماشية قال إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب، قال لما نظرت أن تحج ماشية قال إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب مرها فلتركب. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
إن أختي نظرت يعني أن تحج مشيئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة ابن عامر نظرت أن تحج ماشيه وأنها لا تطيق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل غني عن مشي أختك، فلتركب ولتغني بدنها. قال: إن الله عز وجل لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتغني بدنها. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي نظرت أن تمشي إلى البيت، فقال: إن الله لا يصنع مشي أختك إلى البيت شيئا. وأيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه، فسأل عنه فقالوا: نظر أن يمشي، فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه رأى رجلا يهادى بين ابنيه، فسأل عنه فقال: نظر أن يمشي، فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب. قلنا: لأن النذر ده ليس بنذر طاعة، يعني ده مش بنذر طاعة. ونقول غير طبعا المسألة أن الرجل كان يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يوقف في الصف، ده بيان على الحرص على صلاة الجماعة، وده أمر مرغوب فيه. يبقى ده أمر مرغوب فيه أن الإنسان يعني لا يغفل عن صلاة الجماعة. ولذلك كما قال وكما بين كان الرجل يعني يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقف الصف، لكن ده نظر أن يمشي. والمشي ذاته إلى بيت الله نقول مش أساسا أو النذر أن يمشي أن يحج مشيئا، نقول لا، دي مش قربة ولا طاعة، قربة، ولكن القربة هو الوصول إلى الأماكن دي، الوصول إلى هذه الأماكن. نقول: والله حنسير على الأقدام إلى عرفات. نقول: والله لو كان ده من باب أن مثلا الركوب قد يؤخر الإنسان الوصول، فنقول أسرع وسيلة إن هو حيمشي، يبقى وسيلة كأي وسيلة، ولكن نقول ممارسات أو الشعائر التعبدية يبقى حيمارس ذلك لما يصل إلى عرفات. فالسير على أقدام العرفات نقول لا، مش هو ده الطاعة. الطاعة أنك أنت تصل إلى هذه الأماكن، تصل إلى هذه الأماكن، يبقى ده الطاعة في ذلك. ولكن لو نظر أن يمشي أو يحج مشيا نقول لا، الله عز وجل غني عن تعذيب الإنسان لنفسه. نقول: يا ترى دي مش قربة، يعني هذه ليست بقربة. ولكن نقول غير المشي إلى المسجد يبقى دي قربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان يتوضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج لا يخرجه من بيته إلا المسجد، يبقى هيرفع بها درجة كل خطوة ويتحط عنه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو نظر أن يحج مشيا نقول لا، يبقى ده أساسا مطلوب نصل إلى هذه الأماكن اللي حنمارس فيها الشعائر التعبدية، يبقى نصل عرفات إلى مزدلفة إلى كذا مثلا في الحج، يبقى لكن نقول الوسيلة لا، سواء تنتقل بقى راكبا أو ماشيا، يبقى نقول دي وسائل فقط تنقل الإنسان إلى ذلك المكان. لذلك قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمرهم أن يركب. كذلك أيضا في آخر رواية التي ذكرها تحت هذا الباب رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده. كل هذه الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، وهو باب من رأى أن عليه كفارة إذا كان في معصية. يبقى لو نظر معصية يبقى ذكر مجموع هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نذر المعصية، وقال كفرانه كفارة يمين كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكما أيضا بين من خلال تلك الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن عامر رضي الله عنه أن يأمر أخته بالنذر.
هدنا أو هديا كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. آخر هذه الرواية التي ذكرها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ومره أن يقوده بيده. يعني الرواية أساسا أن رجل ربط خيطا في يده وخيطا في يد ابنه، قلنا عشان أو في يد إنسان، قلنا عشان يعني نقول كما نقول أنه يعني لا يتفرق عن بعض، لا يتفرق. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذا الخيط وأن يقوده بيده. يبقى لو كان يبقى بنقض باليد، يمسكه بإيده كده، لكن ما بقاش فيه زي القيد بينهما، يبقى زي القيد كده ربط به يد الأول والثاني زي القيد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، فلذلك قال أمره أن يقوده بيده، أمره أن يقوده بيده. قلنا كان قد نظر أنه هو أساسا يعني أن يطوف بهذه الصورة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه الخزامة وأن يقوده بيده، يمسكه أيضا ويقود عليه بيده، لكن لا داعي لذلك القيد فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن ذلك باب آخر، وباب من نظر أن يصلي في بيت المقدس. قال باب من نظر أن يصلي في بيت المقدس. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نظرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال صلي ها هنا. ثم أعاد عليه فقال صلي ها هنا. ثم أعاد عليه فقال شأنك إذا، قال شأنك إذا. أيضا في رواية عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر زاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليت هنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس. قال والذي بعث محمدا بالحق لو صليت هنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، هو باب من نظر أن يصلي في بيت المقدس. وكما بين جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قام يوم الفتح، يوم فتح مكة، وقال ذلك الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نظرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا. فعاد عليه مرة ثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا. ثم عاد عليه قال شأنك إذا، يعني اللي انت عايز تفعله. فقال فيه دليل على أن من نظر بصلاة أو صدقة أو نحيمة في مكان ليس بأفضل من مكان النازل فإنه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنظور به في ذلك المكان، بل يكون الوفاء بالفعل في مكان النازل. يبقى هنا نظر أن يصلي في بيت المقدس، قل والله في الحالة دي حيوفي بالنذر، إلا إن كان المكان اللي هو نظر فيه، يبقى نقول المكان اللي هو نظر من عنده يبقى ده أفضل من المكان الذي قصد، أفضل من المكان الذي قصد. يبقى كما نقول إنسان كده نظر إلى أن يعتكف في بيت المقدس، يبقى لو اعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام يبقى نقول لأن دي أماكن أفضل من المكان الذي نظر أن يعتكف فيه، يبقى يجزئ عند ذلك، يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يبقى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضلية هذه الأماكن، وذكر أن أفضل مكان هو البيت الحرام، يعني بعد ذلك المسجد النبوي، يعني بعد ذلك المسجد الأقصى. وإن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سوى المسجد الحرام، والصلاة في البيت المقدس بخمسمائة صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل صلي هنا، فدلت الرواية على أن النازل لو نظر أن يصلي في بيت المقدس هو في البيت الحرام أو في المسجد النبوي، يبقى نقول يصلي في هذا المكان في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، وهذا أفضل من المكان الذي نظر فيه. يبقى على ذلك يبقى طبعا هنا الأفضلية، يبقى يعني كما أشار إلى ذلك النبي
يكون الوفاء بالفعل في مكان النذر؟ يبقى غير الأماكن دي نقول والله يعني أوفي بنذرك، يبقى أوفي بنذرك، هنقول له أوفي بنذرك. لكن لما كان المكان ده هو أفضل المكان الذي هو عليه الآن، أفضل المكان اللي هو قصده بالنذر، يبقى على ذلك نقول الأولى أن تؤدي ذلك النذر في المكان الأفضل، في المكان الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل صلي في ها هنا، نقول كرر عليه حتى قال شأنك إذا. فلذلك قال أيضا في رواية عن قرنب بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له لوثن أو لنصر؟ قال لا ولكن لله. قال أوفي لله ما جعلت له، انحر على أبوانا وأوفي بنذري. يبقى هنا في الحالة دي لما اختار مكان نظر في أيام الجاهلية أن يذبح بأبوانا بمكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لوثن أو لنصر؟ ترى فيه صنم ولا في وثننا؟ فقال لا ولكن نذر ده كان لله. قال أوفي لله ما جعلت له، انحر على أبوانا وأوفي بنذري. يبقى يوفي بالنذر في المكان اللي هو قصده، إلا إن كان كما بينا المكان الذي أطلق من خلال الكلام أفضل من المكان الذي قصد بذلك النذر. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنحر ببوانا كما ستأتي بعد ذلك الرواية، فدل ذلك على أنه يتعين مكان النذر ما لم يكن فيه معصية، ما لم يكن فيه معصية. قال الجمع بينهما أن المكان لا يتعين حتما بل يجوز فعل المنذور به في غيره، فيكون ما هنا بيانا للجواز. ده قول يعني البعض قال يا ترى لما قال له صلي ها هنا ده للأفضلية ولا ممكن أساسا لو نظر أن يصلي في مكان وبالتالي أي بقعة تجزئ؟ فالبعض قال يبقى أي بقعة كأنها تجزئ لما نظر أن يصلي في المسجد بيت المقدس، فقال صلي ها هنا، هل يا ترى صلي ها هنا لأفضلية المكان الذي عليه ذلك الرجل ولا صلي هنا أي أن الصلاة في أي مكان تجزئ؟ البعض قال أنها تجزئ في أي مكان، لكن كما بيذكر الجمع بأنه يتعين مكان النذر إذا كان مستويا للمكان الذي فيه النذر أو أفضل منه، لا إذا كان المكان الذي فيه النذر فوقه في الفضيلة. قالوا لا، الجمع أصلا لما قال له صلي هنا ده أفضلية المكان، أفضلية هذا المكان، لكن صلي هنا أي أن الصلاة تجزئ في أي مكان عن النذر الذي نظر به أن يصلي في كذا أو يفعل كذا، نقول لا، لو الأماكن كلها أساسا لا أفضلية بين الأماكن يبقى على ذلك يجب أن يفي بالنذر في المكان الذي اختار طالما لم يكن فيه وثن ولم يكن فيه بدع شركية أو غير ذلك. ولكن لو كان فيه أفضلية يبقى على ذلك يفي بالنذر في المكان الفاضل، يفي بالنذر في المكان الفاضل يجزئ ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال يمكن الجمع إذا يتعين مكان النذر إذا كان مساويا للمكان الذي فيه النذر أو أفضل منه، لا إذا كان المكان الذي فيه النذر فوقه في الفضيلة. قال ويأين هذا الجمع ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة شكت شكوى فقالت إن شفاني الله تعالى فلأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فلأخرجن ولأصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها فأخبرتها بذلك فقالت اجلسي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة في مسواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. كما قالت عند ذلك ميمونة رضي الله عنها قالت هذه المرأة امرأة شكت شكوى فقالت إن شفاني الله تعالى فلأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، نظرت كده لأن تصلي في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها بذلك، أخبرتها المرأة الخبر فقالت اجلسي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في المسجد اللي هو المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة في مسواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. قال ففي حديث ميمونة من تعليل ما أفتت به ببيان أفضلية المكان الذي فيه النذر في الشيء المنذور به وهو الصلاة. يبقى على ذلك يبقى لو
نظرت أن تصلي في بيت المقدس يقول لا يجزئك أن تصلي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. لو نظرت أن تصلي في المسجد النبوي نقول يجزئ عن ذلك أن تصلي في المسجد الحرام. نظرت في المسجد الحرام فلا يجزئ إلا ذلك المكان، لأنه لا أفضل من ذلك المكان. يبقى لو كان في مكان أفضل هتؤدي فيه هذه الطاعة المنظورة، يبقى على ذلك نقول تؤدي ذلك. إن لم يكن هناك أفضلية يبقى تؤدي هذه الطاعة في المكان الذي حدده، طالما لم يكن فيه أي بدعة من البدع، أو كان عيدا للجاهلية أو وثنا أو نصر كان يعبد من دون الله تبارك وتعالى في ذلك المكان. يبقى تعيين النبي صلى الله عليه وسلم وقول الرجل صلي هنا لأفضلية هذا المكان عن المكان الذي نظر فيه الصلاة. يبقى ده أفضلية هذا المكان عن المكان الذي نظر فيه الصلاة، وإلا لو تساوى يبقى على ذلك أوفي بنذرك في المكان الذي عين، لأنه لا أفضلية لمكان أفضل من ذلك، أو هو يعني لا أفضلية لمكان آخر عن ذلك المكان. يبقى على ذلك نقول يبقى يتمم ذلك في المكان الذي اختار، طالما لم يكن به معصية كما قال وكما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الذي بعث محمدا بالحق لو صليت هنا لا أجزع عنك صلاة في بيت المقدس. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب قضاء النذر عن الميت. قال باب قضاء النذر عن الميت، ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعلي نذر لم تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. قال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنظرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله تعالى فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. أيضا في رواية عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، قالت إنها ماتت علي صوم شهر. فذكر نحو حديث عمرو أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصوم عنها. فبيذكر هذه الترجمة باب قضاء النذر عن الميت، لو نظر الميت صوما هل يا ترى يقضي عنه الولي أم يمضي عن ذلك الرجل، هل يا ترى يمضي عنه ولا يصوم عنه؟ وكما بوب أبو داود رحمه الله قضاء النذر عن الميت قال اقضيه عنها في رواية سعد بن عبادة، وفي الأخرى قال فأمرها أن تصوم عنها. هل يا ترى يبقى يصوم الولي عن ذلك النذر الذي مات؟ يبقى صوم